طبعا المدير العام لمكافحة المخدرات عندها أقسام في بغداد ومحافظات، وعندنا اجتماعات شهرية ضمن الهيئة العليا لمكافحة المخدرات. من خلال هذه الهيئة أكو عندنا أعضاء من الأمن الوطني، وعندنا أعضاء من جهاز المخابرات، نشترك في هذا السؤال، وهو أنه هل هناك من خلال معلوماتنا ومن خلال الرصد ومن خلال انتشار الأقسامنا في بغداد المحافظات، هل هناك مؤشر في موضوع جانب الصناعة أو موضوع جانب الزراعة؟ طبعا أنا أحب أكد على هذا الموضوع وأقول أنه لا يوجد في بلدنا العزيز حد الآن موضوع الصناعة الحمد لله وشكر، ولا موضوع الزراعة. دائما ما يسوق أنه عندنا مزارع بالمحافظات الجنوب، في البصرة، في العمارة، بغيرها من هذه المناطق، هذه المواضيع تنفيها؟ وأكد مرة ثانية لحد الآن لم تشهد مفارزنا سواء من مدير عام مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية بأكملها بكل مفاصلها، وأيضا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، لم نؤشر لحد الآن الحمد لله وشكر هذه الحالة موجودة. ممتاز.